ثلاثة وحنا واقفين، راه ماشي أول خرجة، راه خرجنا خرج الأولى والثانية والثالثة والرابعة، صوت لا من ينادي. دابا حنا جينا نوقفوا اليوم 29 في هذا الشهر، جينا نوقفوا وقفة باش يحلوا لنا الحماحم، لأن كاع جميع الحماحم اللي غير كازا محلولين، إلا كازا أنفر اللي ما محلولاش، ولهذا راه تقهرنا ويديروا معنا شي حل، يحلوا لنا الحمام باش نخدموا، ما بقينا بغينا والو، بغينا كنتسناو الافراج. تعينت وانا جالسه ما خداماش، وما كنعرفش الخدمه فين نخدم، ما كنعرف نبيع، ما كنعرف نشري، ما كنعرفش حتى شي قهوه ولا الخدمه ولا ما كايناش. دابا انا باغيه نخدم في الحمام، ما باغيه والو، ما باغيه لا فلوس لا طحين لا زيت، انا باغيه الحمام نخدم فيه. انا عيت وانا جالسه في الدار، انا باغيه نخدم. درينا بزاف اختي، راه درينا، راه بزاف درينا، ماشي شويه، راه دريت بزاف. انا بعدا دريت بزاف هاد الكاريه بيت، والله العظيم لها الشهر هذا استلفت فلوس مع الناس ديالي، كل واحد 100 درهم عطاني، ما تخلص 10000 ريال ديال الكرا. انا ما بغيت والو، انا ما بغيت لا زيت لا ثقيل لا والو، باش ما كان خبزه ما كنصيب عيبه طلب باش نشريها، خبزه ما كنصيب باش نشريها، انا باغي نخدم. دابا حنا بحال الحوت في الماء، الا خرجتي الحوت اي نموت وصافي، بحال بحال. تحقر بزاف، تحقرنا بزاف اختي، راه كاين اللي عنده مسؤوليه، كاين اللي عنده الدواء، كاين اللي كرا، كاين الماء، كاين الظل. انا اللي كنشوفك اختي راه غرقت من الفوق تلتحت، راه وليت كنحشم اختي. القطاعات كلهم خدامين الا الحمامات، القطاعات كلهم الا الحمام. علاش ما يحلوش؟ هو المشكل الحمام هو اللي خصو يتحل، تيقول لك خصك تغسل، خصك دير، هو اللي فيه الغسيل وفيه الماء وفيه الصابون وفيه. المراه ملي كتدخل هي في الماء، والكليينات هي ملي كتدخل هي في الماء، والطياره ملي كتدخل هي في الماء، راه حشومه. حنا ماشي قاطيع، لولا دابا القاطيع حسن منا حنا، القاطيع راه عنده ما يصرف، راه كيوكلوه ويشربوه، واحد حنا راه القاطيع راه حنايا عنده قيمه علينا، حنايا القاطيع عنده قيمه علينا حنايا. وكاين حمامات حالين، كاين بيت جديد، سطات حالة، داك سبيت حال حتى هو، يعني راه كاين بزاف حالين، حتى حنا يديروا لنا الطاقه الاستيعابيه ومرحبا نحلوا، وحنا ديك الساعه إلا درنا شي غلط هما عندهم الحق يحكموا علينا باش بغاو، باش بغاو هما أي عقوبة بغاو يحكموا علينا بها، فهمتي؟ لأن هذا الشيء راه ماشي معقول باش الإنسان ما بين عشية وضحاها يمشي يجلس في داره. راه حنايا في كازا، راه حنا في كازا، راه كلشي بالفلوس، راه ديري غير خطوة وحدة خاصك الفلوس، راه ما يمكنش بنادم يعيش بحال هكا متهمش. راه حنا تقهرنا، راه حنا صبرنا هاد الشهر الشهر الآخر، دابا يجاوبونا دابا ولا مجيب، ولا أذن صاغية، ولا أذن صاغية. وتحياتي للمرأة المغربية المكافحة المناضلة اللي كتجيبها بعرق كتافها، وشكرا، هذا هو الشعار ديالي.